الخير مشاهدينا الكرام، النهاردة هنتكلم عن شريحة مهمة جدا، خطيرة، قنبلة موقوتة في المجتمع. هنتكلم عن أطفال الشوارع. إزاي أطفال الشوارع دول، أو هنقول عليها جامعة حياتية، بتخرج مجرمين، مدمنين، بلطجية، وكمان مقتولين ومقهورين ومظلومين، مسروقة أعضائهم. هم في النهاية ضحايا، ضحاية مجتمع، ضحاية ظروفهم. معي اليوم في الاستوديو أستاذ أحمد مصلحي، رئيس شبكة الدفاع عن أطفال الشوارع. أهلا بيك. أهلا بيك. أنا عايزك توضح لي الاستفسار ده، يعني ليه في تفاوت. أولا نبدأ في الأول، ما هو تعريفك لطفل الشارع؟ بصي، باختصار طفل الشارع، هو الطفل اللي موجود في الشارع، ما عندوش مأوى، لم يتلقى تربية بشكل كافي، ما بيروحش مدرسة، ما عندوش نوع من أنواع التربية أو التوجيه، سواء بقى من أب أو أم أو مدرسة أو من أي حد قريب. خليني بس أرجع لنقطة فعلا ليه الأرقام متفاوتة. قبل ما ندخل للنقطة دي، هتفضلي. التعريف اللي أنت قلته ده كله معترف به، تعريف واضح للكل، للدولة، للعالم، للمنظمات؟ بالتأكيد هو تعريف واضح للمنظمات. الدولة مش عارف أنا ببص يعني زي لأطفال الشوارع الحقيقة. يعني في مثلا بقول لك الطفل الشوارع هو الطفل اللي ملوش مأوى أصلا، بايت في الشارع على طول، وفي منظمة تانية تقول لك لا، طفل الشارع ده ممكن يبقى طول اليوم في الشارع لكن ليه مأوى، ليه بيت بالليل بيقعد فيه. أنا من وجهة نظري يعني الشخصية، هو الطفل اللي ملوش مأوى ولا يتلقى حظه من التربية. لو طفل عنده مأوى ولا يتلقى حظه من التربية والتوجيه في التعامل مع الشارع، وغير متعلم وما بيروحش مدرسة، فهو أنا بصنفه كطفل شارع وبتعامل معاه في المؤسسة وبدافع عنه بوصفه أحد أطفال الشوارع. كلمة أخيرة، هل إحنا محتاجين وزارة الأطفال؟ لأطفال الشوارع؟ محتاجين وزارة أطفال الشوارع بصراحة. أعتقد الدولة محتاجة حاجات كتير عشان تهتم بالنقطة دي، نقطة مهمة جدا. إزاي نحول أطفال الشوارع دول من ضحايا مقهورين مظلومين لبيئة صالحة تقدر الدولة تستفيد منها؟ أنا بشكرك جدا، نورتنا وشرفتنا. ومشاهدينا الكرام، بعد الفاصل، هل من الممكن رفع الحصانة عن عضو مجلس الشعب؟ انتظرونا. عودة مرة أخرى مشاهدينا الكرام، ما بين مؤيد ومعارض لفكرة رفع الحصان على البرلمان القادم، برلمان 2015، كل له رؤيته، وجهة نظره في هذا الموضوع. هناك من أعضاء مجلس الشعب من يرى أن رفع وجود الحصانة يمنع أو يجعل عضو مجلس الشعب يهرب من المحاسبة، من المساءلة القانونية. هناك من يرى أنها ضرورية وأنها لابد من وجودها لحماية النائب البرلماني. معي في الاستوديو ضيفين، أستاذ مصطفى بكري عضو مجلس الشعب السابق ومؤيد لفكرة رفع الحصانة، وأيضا أستاذ البدري فالغري عضو مجلس الشعب السابق ورافض تماما لفكرة رفع الحصانة عن عضو البرلمان. أستاذ مصطفى، مبدئيا ما هو تعريفك للحصانة البرلمانية؟ أستاذ نور، الأول بمس عليك وبمس على كل المشاهدين. الحصانة البرلمانية هي بتمنح للبرلمانات أو البرلمان اللي عنده اختصاصات موسعة، بيستعملوها بعض أعضاء البرلمان في أشكال مختلفة. إن هو مثلا ما فيش مسألة قانونية خالص، عمل أي مشكلة، أي مصيبة، أي بتاع، ما فيش أي مسألة قانونية. أليست الحصانة هي ممنوحة للعضو البرلماني كي يمارس التشريع والرقابة لصالح الشعب بدون تدخل أي من السلطة التنفيذية؟ أنا كده كده هيمارس السلطات دي وبدون أي تدخل من السلطة التنفيذية، بس لو حصل أي انفلات في العضو نفسه أو استعمال السلطة دي بشكل غير قانوني، إيه اللي هيحصل؟ مش هيحصل أي حاجة. فإحنا عايزين في البرلمان القادم اللي هو اللي هيبقى في شهر مارس نرفع الحصان عن النواب. أول جلسة ليهم، أول اجتماع، رئيس البرلمان يقول ما فيش حصانة للنواب عنه هو شخصيا. هرجع لك أستاذ مصطفى. أستاذ بدري، في مادة في الدستور بتنص على أنه في حالة عدم التلبس بالجريمة لا يجوز التعرض لعضو مجلس الشعب إلا بإذن نيابة مسبق أو برفع الأمر لمجلس الشعب ليصدر قراره، أي لابد أن يوافق المجلس على التحقيق مع العضو. يعني في لفة، في إجراءات طويلة، يعني أنت شايف إيه؟ كيف نحاسب المسؤول عضو مجلس الشعب لو ارتكب جريمة؟ أولاً، بما أني أنا ممثل عن الشعب في البرلمان، فلازم أكيد أن يكون معايا حصانة عشان أقدر أؤدي دوري في التشريع والرقابة زي ما أنا عايز. إحنا عرفنا دور الحصانة، كيف أحاسب عضو مجلس الشعب في ظل الحصانة دي لو هو ارتكب جريمة؟
اكيد لازم يكون في اتجاهات كتيره من الحكومه ومن الدوله نفسها ان هي على تحقيقات موسعه، اجراءات امنيه كتير كتير جدا لغايه ما تثبت الجريمه على الشخص ده، وبعد كده نصدر طلب رفع الحصانه عنه. اما في حاله ان احنا نقول ان احنا نرفع الحصانه مباشره عن العضو، طبعا لا، ما ينفعش احنا نشيل الحصانه، لان هيكون في تدخلات من الحكومه، هيكون في ضغط كتير جدا عليها. استاذ مصطفى، ما هي الجهه الفاصله في هذا الموضوع؟ البرلمان نفسه. البرلمان اول اجتماع ليه هو اللي هيحدد رفع الحصانه من عدم. مفيش اي سلطه تشريعيه او سلطه تنفيذيه تقدر دلوقتي تحدد، ولا الدستور بينص على كده. اذا البرلمان هو الفاصل، هو الفاصل في هذه النقطه، هو من سيقرر اذا كانت حصانه عضو مجلس الشعب ترفع ام لا. هذا القرار هو قرار البرلمان. اشكركم شكرا جزيلا استاذ مصطفى واستاذ برغالي. اشكركم مشاهدينا، انتظرونا غدا في حلقه جديده.